السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها للعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعاصمة الأمريكية بمشاركة 49 من القادة الأفارقة لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الإفريقية. وعقب وصول السيد الرئيس للعاصمة الأمريكية واشنطن كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الأمريكيون وأعضاء السفارة المصرية في واشنطن. كما حرصت الجالية المصرية على استقبال السيد الرئيس لدى وصول سيادته إلى مقر الإقامة في واشنطن.